فهنا بيقول له انت بترد على ربنا يا ايوب حتى ترد على الله وتخرج من فيك اقوالا، عمال تبرطم وتقول من هو الانسان حتى يزكو، او مولود المرأة حتى يتبرر. برضو الحكمة دي احنا عارفينها في المزامير، خلي بالكوا ايوب قبل المزامير بكتير، فيجوز كاتب المزامير خد الآية دي مكتوبة في المزمور الثامن، من الإنسان حتى تذكره وابن الإنسان حتى تفتقده. يعني الإنسان مهما كان، صحيح الإنسان ده أغلى حاجة عند ربنا، لكن لما تبص له كده من فوق كده، إيه الإنسان حجمه إيه بالنسبة للأرض، والأرض دي حجمها إيه بالنسبة للكون، من ناحية الحجم ده ولا ذرة تراب، من ناحية العمر يروح فين في ملايين السنين، ده أقصى 100 سنة وزمان 900 سنة، بس بالنسبة للظهور لا ولا حاجة برضه. فهنا بيقول من هو الإنسان حتى يزكو، يعني ليه الإنسان طالع فيها وهو أساسا أوله تراب وآخرته تراب، أو مولود المرأة حتى يتبرر. برضو الآية دي مهمة لأنها أحد الآيات الكتيرة قوي اللي تؤكد وراثة الخطية. الكنيسة الأرثوذكسية تؤمن طول عمرها أن الإنسان مولود في الخطايا، بنقولها في الخطايا ولدتني أمي، بالآثام حبل بي، مش بنقولها كده في صلاة الغروب، وبالخطية ولدتني أمي، وزي ما اتولدت من آدم شايل خطية، المسيح جه فداني من غير ما أنا ما يكون لي دور برضه، وأنا بقى بختار أكمل ورا آدم بالغلط ولا أكمل ورا المسيح في النعمة. فالموضوع بسيط، يطلعوا دلوقتي يقول لك مفيش وراثة خطية، مالناش دعوة بآدم، مالناش دعوة بآدم تبقى مش بني آدم، يعني إيه مالكش دعوة بآدم؟ أهو أيوب بيقول مولود المرأة لا يمكن يتبرر، مولود المرأة حتى لو طفل لا يتبرر، يبقى خاطئ، وعشان كده بنعمد الأطفال. فدي واحدة من عشرات الآيات اللي في الكتاب اللي تؤكد إن إحنا إيه؟ كل البشرية ملوثة، الخطية دخلت الطبيعة البشرية، كلنا كنا في صلب آدم حين أخطأ. عشان كده نقولها في القداس إيه؟ خالفنا وصيتك، ما نقولش آدم خالف الوصية، سقطنا من الحياة الأبدية، كأننا كلنا عملنا نفس العمل. هو ده قديسوه لا يأتمنهم، ما زال أليفاز بيدافع عن ربنا على حساب آلام أيوب. فبيقول له إيه رأيك بقى أنه لو قديس ربنا لا يأتمنه؟ الآية مظبوطة من وجهها ومش مظبوطة منها، مظبوطة في حتة أنه ربنا أعلى من أي قديس ولا يمكن يبارى في قداسته، وحكمته أعلى من أي إنسان، ولا يمكن لإنسان مهما تسامى أن يقترب إلى كمال الله. دي معناها، ودي معناها مظبوط جدا، عشان كده احنا ما نقولش كلمة قدوس إلا على الله وحده، مهما كانت القداسة نقول إيه؟ قديس أو مقدس. ونيجي عند العذراء ممكن نقول الفائقة القداسة، يعني إيه؟ أعلى واحدة في القداسة، لكن ما نقولش كلي القداسة، الوحيد اللي كلي القداسة ربنا. عشان كده استخدام الألفاظ في اللاهوت مهم قوي، لأن العذراء في الآخر إنسانة برضه محتاجة الخلاص، لكن المسيح وحده قدوس فوق أي بشر. فهنا لما بيقول قديسوه لا يأتمنهم، معناها مش كل أسرار الله عندهم برضه. فاكرين أليشع النبي؟ أليشع النبي ده وصل لدرجة عالية قوي، لأنه طلب روحين من إيليا، طلب نعمة كبيرة قوي، وهو شايف إيليا أبوه طالع للسماء. فكان إليشع ده بيعرف الأسرار، وتذكره مثلا ملك مؤاب كان عاوز يحارب إسرائيل، يقوم هو يبلغ ملك إسرائيل يقول له اعمل حسابك، الحتة دي جايين منها ودي جايين منها، وكأنه إيه قاعد في أوضة ملك مؤاب، لدرجة الراجل افتكر فيه جاسوس، قالوا له ما فيش جاسوس، عنده راجل بيعرف كل حاجة اسمه إليشع. أليشع النبي مع كل العظمة دي والنبوءات دي والعلم ده كله الروحي ده والبصيرة العالية قوي دي، في مرة بيقول لتلميذه إيه؟ الرب أخفى عني. يعني هو ممكن؟ أه طبعا ممكن، هو يعني كونك قديس عظيم ربنا هيقول لك كل حاجة؟ فلما جات له الشونامية بتجري، وكانت سايبة ابنها ميت في الأوضة عندها ومنزعجة جدا،
قال له روح يا حبيبي شوفها مالها بتجري بسرعة كده وجاي علينا. ربنا ما قاليش ايه الحكاية. يبقى حتى إليشع المعرفة عنده غير مطلقة، حتى لو عنده روح النبوة ويعلم أسرار كثيرة لكنه لا يعلم كل الأسرار. فمن هنا نفهم تعبير هو ده قديس لا يأتمنهم، ده مش معناه لا يأتمنهم مطلقا، يعني لا يعطيهم كل الحكم، لا يعطيهم كل شيء، وإلا ما فيش كل دي بتاعت ربنا بس. والسماوات غير طاهرة بعينيه، طب السماء نقية لكن أمام نقاوة الله ما فيش حاجة كاملة، ما فيش حاجة نقية تماما. عشان كده في مزمور يقول ينسب لملائكة حماقة خدامه لهيب نار. فربنا أعلى من أي نقاوة وأي قداسة. معاك حق يا أليفاز، بس ده معناه أنت وحش يا أيوب؟ مش معناها كده. مش معنى أنك تعطي المجد والعظمة والقداسة لربنا أنه يذل البشر، يعني ده مش ربنا. ربنا محب للبشر وعاوز يدي ده كله لأولاده، عاوزهم يتقدسوا ويتنقوا ويشاركوا الأبدية. فبالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. وبعدين في الخبط ده بقى، يعني أيوب شارب الإثم كالماء؟ الراجل اللي ما فيش زيه على الأرض، اللي ربنا نفسه قال ده راجل كامل وما فيش زيه في الدنيا. يقوم أليفاز يلمح هو أصلك في ناس بتشرب الخطية زي المية، يا أخي قولها على حد غيره، طيب ما تجيش على أيوب دي. لأن ما زال في بعض الناس لما تشوف حد متجرب جامد عندهم اعتقاد ده شكله إيه عامل بلاوي. لا، ده ممكن يبقى أيوب، ممكن يبقى قديس عظيم جدا وربنا سامح له بألامه. فهنا أنت ليه حسبته شارب الإثم كالماء؟ صحيح في أشرار يصل شرهم زي ما تقال في نص آخر يشربون الإثم كالماء، يعني من كتر ما تعود على الغلط مش حاسس وهو بيأذي الناس أنه بيأذي، ولا أنه لما يزني أنه بيعمل حاجة غلط، ولا لما يكذب أنه خلاص متعود زي اللي بيشرب ماء. فطبعا دي علامة شر شديد أو استباحة شديدة، لكن الكلام ما ينطبقش على أيوب. بالحري مكروه وفاسد الإنسان الشارب الإثم كالماء. نعم حقا يا أليفاز معك حق في الآية، لكن حرام عليك تتقل أيوب. هو فاسد ومكروه من يشرب الإثم كالماء، لكن أيوب محبوب وغير فاسد لأنه مدقق في حياته وكان كامل أمام الله في سلوكه. أوحي إليك فاسمع لي وأحدث بما رأيته، كمان هيوحي له بقى، هي بالأصل أبين لك اسمع لي أنا أقول لك بقى. ده أليفاز بيقول لأيوب، يبقى مين اللي فيهم مغرور؟ أليفاز. هو فاكر أن أيوب إيه طالع فيها وعمل أبو العريف، صدقني ما حد عمل فيها كده إلا أنت يا أليفاز، أنت اللي داخل فيه شمال وعمال تقول له اقعد بس أنا أعلمك. تعلموا ايه ده؟ معلمنا بقاله كام سنة بيعلم فينا ايوب، ده رجل الله، ده شبه المسيح في ألامه، ده راجل مع كل اللي اتعمل فيه لسه بيحب ربنا وماسك فيه، قليلين اللي وصلوا للعظمة دي. فبيقول له أنا هقول لك إن أنا شايفه. أرجوكم احذروا من الكلام السهل، بلاش الواحد بسهولة كده يقول أنا شرح لك بقى. تشرح ايه؟ الرحم. ده القديس يعقوب في رسالته، القديس يعقوب ده كان اسقف اورشليم، يعتبر اول اسقف بعد المسيح على طول. يعقوب يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخواتي، لاننا في اشياء كثيره معصر جميعنا. يعني بلاش في كل حاجه تقول ايه اقول لكم بقى، بلاش تعمل كده. ما تقول ما اعرفش، يا بختك لو بتقول ما اعرفش، عشان تعرف في حاجات تعرفها قولها وفي حاجات ما تعرفهاش، اقعد اسمع وتعلم. هنا بقى أليفاز بيقول له ايه؟ اسمع لي انا اقول لك انا، وحدث بما رايته. ما اخبر به حكماء عن ابائهم فلم يكتموه. اقول له من خبرات الكبار الحكماء وما كتموش عننا انا اقول لك. بيفكروني برضو باللي قروا كلمتين في الحكماء بتوع زمان وخدوهم وقالوا منهم اللي هم عاوزينه، لكن هو ما بيقولوش الصواب.
الذين لهم وحدهم أعطيت الأرض، ده بيتكلم عن حكماء القدم يعني، ولم يعبر بينهم غريب. عموما حكمة القدماء لابد أن تحترم. احنا كنيستنا القبطية الأرثوذكسية تؤمن بالتقليد. ما هو التقليد يا أحبائي؟ تقليد يعني التسليم اللي سلمه المسيح للرسل شفاهي قبل أن يكتب في الإنجيل. والتقليد يتضمن كل حياة الرسل وتعليمهم، لأن هم امتداد لتعليم المسيح. هل احنا عندنا حاجة كتبها توما؟ لا، بس توما ده راجل عظيم كان بيبشر. متى غير إنجيله، هو ما كتبش غير الإنجيل، مش قاعد يبشر سنين في كذا بلد. كل ده ينضاف إلى تقليد الكنيسة، إلى ثروة الكنيسة التعليمية. وربنا إدى الإمكانية دي، إدى السلطان ده للرسل. فهنا حكمة القدماء لدرجة القديس بولس يقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. جاء في القرن الـ16 طلعوا ناس بسبب المتاعب اللي شافوها في الكنيسة الكاثوليكية الغربية ساعتها، لغوا الـ16 قرن، تجاهلوا التقليد تماما وحكمة كل القديسين اللي قبلهم، وقالوا احنا هنفسر الإنجيل بطريقتنا ونعمل اللي احنا شايفينه. وهو ده سبب المنظر اللي انتوا شايفينه في العالم النهاردة، آلاف مؤلفة من الطوائف، وكل واحد بيقرأ الإنجيل بطريقته وبيطلع عقيدة على مزاجه. ليه؟ لأنهم تجاهلوا حكمة الآباء. والآباء دول، الناس دول يعني كلهم كانوا متفقين على الفهم السليم لقصد المسيح، فهم السليم للإنجيل، فكلهم عاشوا على الرغم من بلادهم المختلفة ولغتهم المختلفة، بس كلهم سلمونا صح. وعشان كده الكنيسة لما تحسم أي موقف لازم ترجع للتقليد، تقولش ده رأي فلان ولا علان، لا لا، ننسى بتوع النهاردة، احنا بنرجع لزمان نفهم قبل ما يكون في انقسامات. التقليد بيقول ايه؟ تسليم الكنيسة بيقول ايه؟ الآباء الأوائل قالوا ايه؟ فهموا الأمور دي ازاي؟ وهكذا. وده اللي نعلمه للي بعدين، ده اللي سماه القديس بولس الوديعة. وديعة اللي هي الإيمان المسلم للقديسين، ده تعبير للقديس يهوذا. فبيقول ما أخبر بي حكماء عن أبائهم فلم يكتموه، الذين لهم وحدهم أعطيت الأرض ولم يعمر بينهم غريب. لما كانت الكنيسة واحدة ماشية حسب التقليد قبل ما الإنجيل يطبع حتى، كانت الكنيسة ماشية في العالم بسرعة غريبة. والمسيحية انتشرت في العالم في أول 200 سنة حتى كادت تصل إلى نصف العالم في أقل من 200 سنة. طب إيه اللي حاصل النهاردة؟ في تراجع طبعا. تراجع ده بسبب إيه؟ إهمال التقليد، إن بقت في مسيحيات كتيرة. فطبعا مش ده اللي كان المسيح قصده، كان عاوز حاجة واحدة، رعية واحدة لراع واحد، وريد أن يكون الجميع واحدا فينا. الشرير هو يتلوى كل أيامه وكل عدد السنين المعدودة للعادي. ده بيقول عن حكمة اللي قبله، حكمة القدامة يعني. فأليفاز بيقول إيه؟ الشرير لازم يتعذب. طبعا أكيد بيشاور على أيوب. وكل عدد السنين المعدودة للعاتي، يعني العاتي ده المفتري ده مش عارف الزمن مخبيله إيه، مقصود بيها كده كلام يوجع، لكن هي النص مظبوط. الشرير هيتعب طبعا، هيتلوى ومش عارف السنين مخبيها له ايه. صوت رعوب في اذنيه، الرعب في ودانه، في ساعة سلام يأتيه المخرب. صح، الناس الاشرار بيبقوا خايفين على فكرة، خايفين ليه؟ لانه عارف انه ماشي غلط. الانسان اللي مصالح ربنا ومصالح ضميره ما عندوش خوف. ليه؟ لانه مستني ربنا. لكن الشخص اللي عامل شر متوقع الشر، فبيبقى مرعوب من المفاجآت، لأنه عارف أنه يستاهل العلقة، فبيبقى خايف، وخايف من الموت جدا. في كتير قوي من التباهوا بالتريقة على ربنا في التاريخ، في لحظة موتهم كانوا مرعوبين. مرعوبين ليه؟ لأنه حاسس أنه اللي قاعد ينكره طول حياته ويتريق عليه هيشوفه بعد دقايق، فكان جواه رعب فظيع. طب إذا كنت أنت مقتنع باللي بتقوله مالك مرعوب ليه طيب؟ ما
وانت عارف انك هتموت زي غيرك من بدري. صوت رعوب في أذنيه في ساعة سلام يأتيه المخرب، دي شبه اللي قالها المسيح حين يقولون لكم سلام سلام، يأتيهم الموت بغتة، يأتيهم الهلاك بغتة، يعني مجيء المسيح هيجي فجأة أو نهاية العمر بتيجي فجأة، تبقى الناس بتضحك وفجأة ممكن الواحد يخلص. لا يأمل الرجوع من الظلمة وهم مرتقب للسيف، ده بيكلم عن الأشرار، الشرير يتوقع الهلاك في أي لحظة ومعارف أنه إيه مش هيرجع من الظلمة، لو دخل الظلمة مش هيرجع منه. تائه هو لأجل الخبز حيثما يجده، ويعلم أن يوم الظلمة مهيأ بين يديه، يعني ممكن من تأديب ربنا يبقى خلاص مش طايل لقمة العيش، وعارف أن إيه الظلمة هتكبس عليه، هتكبس عليه. الظلمة دي إشارة للجحيم، إلى ظلمة الهاوية اللي أي شرير هيروح عليه. يرهبه الضر والضيق، بيبقى خايف جدا أنه يجي عليه الضيق لأنه افترى. يتجبران عليه كملك مستعد للوغى، يعني الضيقة تيجي عليه كأنها ملك هينتقم منه من الشر بتاعه. لأنه مد على الله يده وعلى القدير تجبر، عشان افترى على ربنا وغلط في ربنا. وطبعا ده كل ده يتفق مع موضوع الخوف، يعني لو تخاف ربنا هتخاف تغلط، مش هتغلط بالكلام، مش هتفتري كده. لما الواحد بيخاف ربنا بيلم روحه، بيجري على التوبة، بيهرب من الغلط. تجبر على القدير عاديا عليه، يعني معادي لله، متصلب العنق، دي كانت انطبقت على الشعب اليهودي، ما كانش الشعب اليهودي لسه موجود. احنا قلنا أيوب ده قديم قوي، يعني بعد إبراهيم بحاجة بسيطة، ابونا إبراهيم، فكان شعب اليهود لسه مش معروف، لكن دي بقى الصفة المشهورة للشعب اليهودي انه ايه غليظ الرقبة، يعني ما يوطيش راسه، ما اسمعش كلام ابدا. متصلب العنق بأوقاف مجانه معبأة، يعني ايه؟ يعني دايما عنده نوع من العدوانية او منتظر انه يعني هيعرف يرد على الشر ومش بيقدر. لأنه قد كسى وجهه سمنا، يعني وشه سمين، بمعنى رافض خالص صوت ربنا ويعادي ربنا، يعني رقبته ما بتوطيش لأنه ما بيسمعش الكلام، ووشه بيصد مع ربنا، مش عاوز يقبل الكلام من ربنا ولا التوبة. وربى شحما على كليتيه، يعني قاعد يتلذذ في الدنيا وبس. فيسكن مدنا خربة، بيوتا غير مسكونة، عتيدة أن تصير رجما، يعني هو ديتها يعيش يومين ويسكن في خرابات في الآخر، لأنه ما فيش حد هيقعد في الدنيا دي. لا يستغني ولا تثبت ثروته ولا يمتد في الأرض مقتنى، يعني مش هيعيش على طول، ولا الغنى هيقعد له ولا الخير. كل الكلام ده ينطبق على الأشرار، صح يا أليفاز، بس بتقولوا لأيوب ليه؟ فهمتوا الحكاية ماشية ازاي؟ مش أيوب اللي يتقال له الكلام ده، روحوا لي الكلام ده للأشرار المفترين، انت عمال تلمح ان الراجل ده مفتري وشرير وجبار ومعادي لله وصلب الرقبة ووشه عنيد مع ربنا، مش أيوب خالص. الظلم وحش، ربنا يرحمنا. لما تلاقي واحد مجرب ما تعتبروش عدو لله، ده يمكن أقرب واحد لربنا. لا تزول عنه الظلمة، خراعيبه تيبسها السموم، وبنفخة فمه يزول، يعني أي خير في حياته أو زرع يبوظ بسهولة، وإيه وكل حاجة في حياته تنتهي بسرعة. لا يتكل على السوق يضله، لأن السوق يكون أجرته، خلاص اللي بيزرع شر بيلاقي شر. قبل يومه يتوفى، عارفين لما يقول لك مات ناقص عمر، يعني الشرير ممكن يموت ناقص عمر، لأنه كان متوقع هيعيش أكتر من كده، وطبيعي الإنسان بيفضل يتوقع أنه هيعيش هيعيش هيعيش، لكن قبل أن يأتي يومه يتوفى، يعني مش هيلحق الميعاد اللي هو متوقعه، لأنه بيضحك على روحه. مين يتوقع حاجة؟ يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون. وسعف لا يخضر، عارفين واحد بيزرع حاجة معينة مستني السعف يخضر، ملحقش يشوف، يعني زي اللي بيزرع وملحقش موسم الحصاد مثلا. يساقط كالجفنة حصرمه، وينثر كالزيتون ظهره، يعني ايه؟
يعني العنب بتاعه بيقع قبل ما يستوي عشان ما بيكسبش منه حاجة، والزيتون كمان ينتثر ظهره فما بيطلعش ثمر. كل ده إشارة إلى الخراب والنهاية الوحشة للأشرار وتأديب الله للأشرار، والدنيا لما إيه تاخد بحقها من اللي افترى. بس الكلام ده متقالش لأيوب. معاك حق يا أليفاز في اللي بتقوله، بس مش ده، قوله لنفسك عشان تخاف لحظه تبقى شرير، لكن ما تقولوش لواحد مجرب لا ينطبق عليه. لأن جماعة الفجار عاقر والنار تأكل خيام الرشوة، حبل شقاوة وولد إثما وبطنه أنشأ غشا. تشبيد على فكرة موجود في المزمور وموجود في كلمات القديس يعقوب لما بيقول إيه، كل إنسان يجرب إذا انجزع وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت، بصوا التعبير، تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. فالتشبيه ده موجود من وقت أيوب وفي المزمور وفي يعقوب. فكرة أن الخطية بتطلع من جوه البر، بتبتدي بشهوة مستخبية زي المرأة الحامل اللي جواها عيل محدش دريان محدش شايفه، وبعدين لما يكبر يطلع بقى يتولد. فالخطية بتتولد نتيجة شهوة مستخبية عمالين يغزوا فيها ويغزوا ويكبروا، فلما كبر لمرحلة معينة طلع بقى. فهنا بيقول حبل شقاوة، بتاع الشرير يعني ايه، مخزن جوه شقاوة، وولد اثما. الشقاء ده او الشقاوة او الشر اللي جواه طلع في شكل اثم. وبطنه انشأ غشا، يعني جوه شر كتير وعمال يطلع لبره بعد كده، زي ما قال ربنا يسوع، الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فبتبتدي من جوه، وقال من الداخل من قلوب الإنسان تأتي الشرور، وابتدى حط لستة خطايا كتير قوي كلها طالعة من جوه. إذن أليفاس في إصحاح 15 عمل إيه؟ انهال على أيوب بالتقريع واللوم، كأنه إيه، انت شرير، انت بتغلط في ربنا، انت عامل فيها حكيم، انت لو حكيم ما تقولش كده، طب خد عندك بقى، ده ربنا بيأدب الأشرار وبيعمل فيهم. ووجع قلبه زيادة خالص. المرة الجاية نشوف أيوب هيقول له ايه بقى. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.